مساء الخير. اهلين اهلين، وسهلين سامي بيك. يا هلا، ان شاء الله رجعت لعنا. لا والله، بس عم بتعشى. صحتين وهلا. على قلبك ان شاء الله. اسمح لي احكي بالتليفون؟ على راسي، تفضل. شكرا. تفضل. ألو، مرحبا أبو عزيز، هون سامي. يا أبو عزيز، أنا حصلت هلأ على معلومات جديدة مشان محاولة اغتيال مروان. إيه يعني قصدي تأجلوا العملية لبكرة بيكون أفضل. نعم، العملية انتهت قبل ربع ساعة، بس بدل ما يكمشوا أبو الخير كان مشوا واحد تاني، وأبو الخير مثل العادة فلتان بالمنطقة وعم يدور على ضحية جديدة. على كل حال، فضل لعندي على المكتب إذا ممكن. مع السلامة. الأستاذ سامي قال عنده معلومات جديدة، هلأ بيجي بيضحك علينا ليشبع. بتصور ما في داعي للضحك. طبعا ما في داعي للضحك. على كل حال، أنتوا قمتوا بواجبكم، يعطيكم العافية. بتحب تستجوب أبو محدين بنفسها؟ ايه، هاتوا بشوف. أبو محدين، فوت. Thank you.
السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين ابو الخيل، تفضل. بعرفك على اخونا وصديقنا ابو حمدان. اهلين. اهلين وسهلين ابو حمدان، من رجال القبضايات اللي بيعجبوك. خجلتنا فؤاد بيك، شو نحن قدام ابو الخيل؟ وانت كمان ابو حمدان راعي الحصان. اهلين ابو الخيل، سمعنا عنك كثير بالمنيح والله. شو الظاهر قايم بالحبس؟ ايه والله، شو عرفك؟ لانه ما بيحكي علي بالمنيح غير المحابيس. قصدك العكس ما؟ لا مزبوط، حتى المحابيس ما بتذكروا الا بكل خير. بس ابو حمدان ما انحبس مع مهربين. سيدي كانوا مشكلين 30 زلمه بالقوش. اي ليس هلا لا تذكرونا بايام الحبس، في راح ومضى. شو يعني؟ هلا ان شاء الله طبت. ايه الحمد لله. شو عم تشتغل؟ بالعمار والتجاره. عم بيشتغل عند صاحبك فتحي. عند فتحي؟ ايه والله، والحمد لله بألف نعمة. فتحي منيح، باين عليه آدمي. يعني لحد هلا ما شفنا منه شيء. فتحي بيك ما في منه، أكابر كثير وكريم. لك حاجة تمدحوه قدامي، لأنه عرض علي يدخل معه شريك، بس أنا مالي قبلان. سيدي بكرة بتقبل وبتشاركه، وأنت عم تضحك وتلعب. فتحي بيك عنده مشاريع عظيمة كثير، أوتيلات وسياحة ومسابح. مخ كبير ومحظوظ، والاصحاب للثقال. قال عنده مشوار ضروري ربع ساعة على البلد وراجع، وقال لي بده ياني استناه بالمغارة لبين ما يرجع. طيب ما قال لك وين بده يروح بالضبط؟ لا والله يا سيدي. طيب ما قال لك ليش بده يلبس ثيابك ويلبسك ثيابه؟ بلا، قال كان خايف حدا يشوفه ويعرفه. ابو محدين، انت رجال محترم وما بتكذب. شي؟ اعوذ بالله يا استاذ. نحن لحد هلا ما بنعرف اي شيء، لكن اذا ابو الخيل ارتكب جريمه جديده فانت رح تعتبر شريكه فيها. سيدي وعدني بشرفه انه ما يعمل شيء ابدا، وانه حيرجع بعد ربع ساعه على المغاره يعطيني اواعيي وياخذ اواعيي. صار ماضي اكثر من ساعتين. مساعد علي، سالنا جماعتك اللي محاصرين المغاره، شاف بشيء؟ رقيب رشيد، هون المساعد علي عم يحكي، عم تسمعني؟ هون. صار معكم شيء جديد؟ هون. لا ابدا ما في شيء، هون. طيب يعطيكم العافيه، خبرني فورا اذا شفتوا ابو الخيل في اي نقطه. هون. امرك سيدي، هون. انتهى. يا ابو محدين، نحن مضطرين نخليك موقوف عنا لغايه ما نعرف ابو الخيل وين وشو عمل او شو راح يعمل. لا حول ولا قوه الا بالله. صباح الخير. صباح النور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا رجعت مبارح قالوا لي إنك تعبانة ونايمة، ما حبيت أزعجك. كيف مروان؟ منيح كثير وبيسلم عليك. الله يسلمك. تفضل. مروان زعلان منك لأنك ما رحتي زرتيه. إيه أنا بدي مين يزورني؟ مرضانة أكثر منه. سلامتك، ما فيكي شيء، عم تتدللي. اه يا حسرتي، على مين بدي اتدلل؟
علي. الحقيقة أنا جاي أعتذر لك يا سلمى. مشان شو؟ تهجمي عليك يوم حادث مروان واتهامي إلك وشكوكي فيكي. بسيطة، تعودت وما عادت فرقت معي. ابن أختي قال لي إنك بريئة ومسكينة وإنه فتحي عم يستغلك بالأوتيل. فتحي؟ بالعكس، زود لي معاشي بعد ما مات فؤاد وجاب لي هتايل، ولما قلت له بدي أترك الشغل زعل كتير وقال لي الأوتيل بلاكي ما بيسوى شي. فعلا الأوتيل بلاكي ما بيسوى شي. لكن مروان ليش هيك قال؟ يا ترى في شي خلاف بينه وبين فتحي؟ ما بعرف، بجوز. غريب، دخليك بتعرفي لي شو صار بين فتحي ومرته الجديدة الحردانة سياء؟ وأنا شو بيعرفني؟ قال تلفنت على الأوتيل وحكيت معك وسألتك عن مروان. قال؟ ومين قال؟ هيك سمعت. عفواً، أنا طبعاً عم بسألك لأني خايفة على ابن أختي. من مين؟ هاي الحمد لله نفد من أبو الخيل. مالي خايفة من أبو الخيل، مو هاد قصدي. من فتحي؟ إيه لا تخافي، فتحي رجال طيب وكريم، وأكيد نص نزلته عالشام مشان يزور شريكه ويتطمن عليه. تعرف أنا قصة أبو الخيل هالشبح الرهيب كله ما كنت مصدقها. وهلا صدقتها؟ مو كتير، مو فايتة بيعالي. إنه واحد شافني مع واحدة كان خاطبها أو بده يخطبها قبل 7-8 سنين يقوم يطالع مسدسه ويقوصني. ليكو عملها وقوصك؟ ولولا مو عمرك طويل كنا هلا عم نحط الوردات على أبراك. طيب ومصطفى شو ذنبه؟ مصطفى له قصة تانية بعدين بحكي لك إياها. المهم هلا أنت تطيب وتصح وترجع لشغلك. المحلات رح تفلت ملاك. ما بتفلت لا تخاف. عامل لهم جرد وكل قطعة معروف قديش حقها. والبضاعة جديدة؟ لساتها بالمخزن، ما انفتحت. يا سيدي فتحوها، هي جيتي من المحل. فاتحينها وعم يبيعوا على كيفهم. ومين قال لهم يفتحوها؟ أنا. سهام؟ شو جاي تعملي هون؟ جاي اطمن على شريكي. وحضرتك بتجي على الشام وما بتحاول تتصل بحرمك المصون؟ اهلين اهلين وسهلين. مرحبا عمي اخوان. تفضلي تفضلي استلمي شغلك. لا معلش خليك قاعد. شو قاعدني؟ الحمد لله على صحتك وعافيتك. تسلم. شو اخر الاخبار؟ اخر الاخبار يا ستي ابو الخيل لحد هلا ما رجع المغاره وعم يدوروا عليه. بقصد اخبار فتحي، ما كنت معه بالشام؟ لا. ليش في شيء؟ لا حبيت اطمن. لا تخافي على فتحي بيك، هي انا عندكم. مالي خايفة غير على حالي. وحضرتك بعت حصة ابنك فؤاد بالأوتيل وصرت عنده أجير. جير؟ شو هالحكي يا بنت؟ نعم أجير. قديش بالله رح يعطيك معاش؟ هذا مو شغلك. طبعا مو شغلي. طلعتوني برا، طلعت من المولد بلا حمص. لك شو ناقصك؟ احكي لشوف شو الحمص يلي مفكرة فيه. هذا مو شغلك. بكرة بيجي فتحي وبتفاهم معه. ايه؟ على خير. انت الحق عليك، مالك عرفان تدبريه. مسكي الخاتم وزتيه بوشه قولي له مالي مستعده ضل مرتبطه فيك على الفاضي. شلون يعني على الفاضي؟ يعني اجبري فؤاد يكتب لك شي بيت او شي حصه باسمك. ما بقدر. حاولت الحكي بهالموضوع ما بيطلع معي، ما بعرف. بتضلي فلاحة وقلبك طيب. وانتي قدرتي تحصلي على شي من فتحي؟ طبعا خليته يكتب لي نص المحل اللي بالشام باسمي. محل الألبسة الجاهزة؟ بس هالكلام خلي بيني وبينه. يمكن حطه باسمك مشان الضرايب. المهم انه باسمي، انا اللي شريكته لمروان مو زوجي. وشو مستفيدة من هالشغلة؟ طالما المصاري والشغل بإيده. بجوز هلأ مالي مستفيدة، بس ما بتعرفي بعدين شو بيصير.
ايه وهي صار يا سيدي. لو نعرف فينه كنا هاجمناه، واغلب الظن انه لجأ لمغارة ثانية على طريق الوادي. لا سيدي، عند المهربين ما في حدا، فتشنا كل بيوتهم، والاوتيل فتشناه وحاطين حراسة عليه وعلى كل الاماكن المشتبه فيها. نعم سيدي، مع السلامة. اهلين استاذ سامي. مرحبا. اهلين سلامات. في شيء جديد؟ ابدا، على حطة ايدك. جثة مصطفى؟ ما في اي اثر. غريب. وابو محدين لساته مو هون؟ طبعا، امر مدير المنطقة. بدي ارجع اسألك كم سؤال اذا بتريد. تفضل، على حسابك. الو، بعتونا ابو محدين لشو؟ مساعد علي، اتصور انه الدم اللي اخذناه من السيارة طلع مو دم مصطفى. شو هالحكي؟ تقرير الأدلة الجنائية بيقول انه الدم اللي اخذناه من السيارة زمرقة، بينما دم مصطفى مثل مو مسجل بهويته يلي لقيناها بسترته الممزقة زمرة بيه. يعني مصطفى ما انقتل؟ ما بعرف. لازم نبعث عينات دم جديدة من السيارة للمعمل. بجوز نحن أخذنا دم القاتل مو دم الضحية، لأنه الواضح أنه المقتول أبدى مقاومة بدليل سترته الممزقة. على كل حال السيارة لساها موجودة تحت المراقبة. ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أستاذ سامي. هلا توقيفي أنا هون بالمخفر قانوني؟ طبعا قانوني. شو هي التهمة؟ الاشتباه بالمساعدة على ارتكاب جريمة قتل. يا سيدي. بس يا أبو محدين، بس أنا طلبتك مشان أسألك، والعكس؟ طيب حاضر، تفضل. ليلة الجريمة يلي كان ضحيتها مصطفى، كنت أنت بالمغارة يلي فوق خزان المي. اي نعم. وابو الخيل ما كان موجود؟ لا سيدي، انتظرته حوالي نص ساعه لحتى اجى. صحيح. طيب لما فات على المغاره ما لاحظت انه مصاب بجروح او خدوش في وجهه مثلا؟ لا ابدا، ما في شيء. انتبه منيح. انت متاكد؟ قلت لك شو التهمه يلي ممكن تتوجه لك يا ابو محدين. فهمان عليك وبعرف شو عم بحكي. ابو الخيل فات على المغاره مثل النمر. انت قلت بالتحقيق الاولي انه كانت ضحكته مو طبيعيه ابدا، وانه فاجئك بمعرفته عن ملاحقه مصطفى لك. مزبوط؟ مزبوط سيدي. طيب ما لاحظت دم على ثيابه، او انه رابط ايده برباط او منديل مثلا؟ لا ما لاحظت هيك شيء ابدا، وثيابه ليكا لابسها انا. الو. نعم نعم سلمى، مين حضرتك؟
أبو الخيل؟ منين عم تحكي؟ عم بحكي من هون من المغارة. إيه صار عندي تليفون بالمغارة. قلت لها اتصل بسلمى وشوف شو أخبارها. نعم؟ بدك تشوفيني؟ لشو؟ أكلوا حصتك وضحكوا عليكي؟ وأنا شو رايح أطلع بيدي؟ أنا يدوب نفد رقبتي من حبل المشنقة. قلت لك من المغارة. لا انتقلت على مغارة جديدة. مفروشي أحسن فرش، فيها تليفون وبراد وخسالة. فيها خزانة مليانة بطاريات. بطاريات؟ شو؟ شو بهم البطاريات؟ ما بهم شيء. كنت نسياني إنه الراديو بده بطاريات. إيه بسيطة على عيني. هلأ ببعت لك واحد يجيب لك أحسن بطاريات. بس بدي إياكي تكوني رايقة ومبسوطة. شو بدهم البطاريات تبعتنا؟ لك لا، بطاريات الراديو. أمشي لأشوف. سألك عن فتحي؟ قلت له سافر على الشام ومالك قده وبس. وغيره شو حكيت؟ وقال لي انه ما قتل حدا وانه هو بريء، وقال لي الاستاذ سامي رجال شريف ومعروف وما راح يظلمني. صحيح؟ ايه والله، بس مو راضي يعني يسلم حاله، قال تأخر كتير. تأخر كتير. طيب يا أبو محدين، أنا هلأ رح أسعى مع مدير المنطقة لإطلاق سراحة، بس على شرط أنك تعاوني. بإيش سيدي؟ بدي منك، وهذا الكلام بيضل بيناتنا، بدي منك تهيئ لي مقابلة مع أبو الخير. روح لعنده أو اتصل فيه بأي طريقة وقل له سامي بده يحكي معك مشان مصلحتك. يا سيدي إلك علي، إذا قدرت تشوفه أني قل له وأعطيه خبر. ماشي. ألو، أعطيني سيد مدير المنطقة بالله، أنا سامي. ألو أبو عزيز، مرحبا. عم يخطر لي أني اجتمع مع أبو الخيل لحالنا وعلى انفراد، فشو رأيك؟ طيب أخي سامي، ما عندي مانع. إيه بس طبعاً المفروض أنك تبلغنا عن مكان وموعد اجتماعك فيه حرصاً على حياتك. لا لا لا، فقط لحمايتك فيما إذا حاول الاعتداء عليك. طيب ماشي ماشي ماشي، مع السلامة. أهلين أستاذ سامي. يا أهلين وسهلين، كيفك اليوم؟ منيحة. يا ترى شو الغداء عندكم؟ لبنية، بتحبها؟ لبنية؟ يا سلام. مبين مالك قلب تفارقنا. لا والله مالي بطني فارقكم. بصراحة إذا ما تغديت عندكم إيه بموت من جوعي، وأم مازن لحد هلا ما أجت من الشام. صحي، وين سكنت أستاذ؟ يا ستي أخذت غرفة متواضعة هون بالضيعة، وصرت أنا وأبو الخيل جيران. جيران؟ إيه، الطبلة على الطبلة. بالمناسبة الوالدة بتسلم عليكي وقال مشتاقة لك كثير. والدتي أنا؟ إيه طبعاً، مالك حق، لازم تزوريها وتهتمي فيها، والله ست محترمة. طيب إن شاء الله أستاذ سامي اليوم أو بكرة بروح تشوفها. شكراً أستاذ سامي. العفو ولو. سامي بيك؟ يا أهلين وسهلين، مرحبا. أهلين وسهلين، سلامات عمي. هون أخونا أبو حمدان، صاحب المرحوم فؤاد من الروح للروح. مرحبا يا أخ. أهلين. هون الأستاذ سامي بيك، قاضي التحقيق بالجنايات. شرفنا أستاذ. شرفنا يا أخ. كمان أبو حمدان جاي فاير دمه وبده ياخذ بتار فؤاد، وما حطيته وعد فهمت القصة. يا أبو حمدان، سامي بيك ماسك القضية وبده أبو الخيل طيب، ما بده يا ميت، صح أستاذ؟ صح، حتى يتحاكم وينال جزاءه العادل. أي سلام هتم.
حضرتك كمان صاحب اوتيل؟ انا لا انا ما ابو بشتغل. حمدان بيشتغل متعهد مشروبات. استاذ سامي ما بدنا نعطلك، اسمح لنا. مع سلامة عمي. الله يسلمك. الله معكم. امشي. وينك ابني؟ روح زين 3 كيلو سكر لعمك ابو الفوز بسرعه. السلام عليكم. عليكم السلام. شو؟ لاقيك مو بالاوتيل؟ صار لي من الصبح عم دور عليك، شو كنت نايم عند ابو الخيل؟ لا والله يا ابني، كنت نايم بالمخفر. بالمخفر؟ ايه بالمخفر. شغلة سوء تفاهم. روح انت بقى على شغلك الله يرضى عليك. وينك؟ إذا سمعت شي عن أبو الخيل خبرني رأساً، فهمت؟ فهمت، بس بدي أفهم. روح وبعدين بتفهم. روح الله يرضى عليك. يلا. العافية يا أبو حدين. الله يعافيك. اطلع فيه هون وحاكيني، وين أبو الخيل؟ ما بعرف يا سليمان. حلوا عني وعن أبو الخيل أحسنكن. ها بالله، شو عم تهددنا كمان؟ هي اجرتنا اللي كمشنا وتبهدلنا وتفتشت بيوتنا من تحت راسك وراس ابو الخيل؟ ما حدا جبركم تتفقوا معه. بعدين شو محاسبين الشرطه نايمه؟ ما دخل الشرطه، انت اللي هربتن بايدين الشرطه ودزيت علينا. هلا انتو بدكم ابو الخيل يهرب ولا ينكمش؟ يهرب ينكمش يصطفل. بعد اللي صار فينا امبارح بدنا سلتنا بلا عنيد. صدروا لنا بضاعة خيرات الله، شرطة وجمارك سوا، بحيلة أبو الخيل وإنه بده يكمش أبو الخيل. وهلأ بشهرين بثلاثة ما عاد بده يشتغل شغلة. الحق عليكم. خمنتوا أبو الخيل قتل فؤاد ومصطفى من شانكم، يا عمي اتركوا أبو الخيل بمصيبته، لا هو عاوزكم ولا أنتوا عاوزينه. روح عمي روح. روح روح لشغلك. روح الله يهديك ويهون عليك لقمة الحلال. هذا للاستاذ سامي، قل له هي ضيافه المحل. ما بيرضى ابو فؤاد اللي ما اخذ منه حق الاكل، ما رضي وما صار الا دفع سلاف. قل له هذا من عبد العزيز. روح. ايه ماشي. افهمنا، بنروح عملت حالك ما لك شايفنا. اهلين وسهلين. وهلا رح نعمل حالنا شايفينك. تفضل اشرب معنا قهوه. شكرا. يا هلا. مرحبا مدام. يا اهلين. تحياتي مدام. اهلا. تفضلوا سيدي. شو القهوة إلي؟ ضيافة المحل سيدي، مع تحيات عبد العزيز البوفي. إيه إذا من عبد العزيز مقبولة. والله يا عمي عامل شعبية منيحة بين عمال أوتيل. يا سيدي مو كله. مرحبا ست النبي، شلونك؟ الحمد لله. شلون سيد مروان؟ الحمد لله. حكى معي اليوم مرة ثانية بالتليفون وقال هاليومين راجع لهم. يا ريت، أكيد شهادته رح تساعدنا كتير. حتما. المجني عليه يتكلم؟ أنا عم بستنى لي صح، وكنت ناوي أنزل خصيصاً للشام مشان أخذ أقواله. أستاذ سامي، سمعنا إشاعات بالأوتيل بأنك رح تترك القضية. مثل ما قلتي إشاعات. إيه بس بيقولوا لا دخانة بلا نار. والله السيد فتحي طلب مني هالشي، ومدير المنطقة متضايق شوي من شغلي، بس هذا لا يعني أني انسحب إلا إذا شفت أنه انسحابي بيخدم العدالة. انسحابك بيخدمنا، مصر على الأقل نشوفها. بتعرف سيد سمير، بتعرف أنه مرتي عاملة مشكلة ومو رضيانة تجي إلا إذا تركت القضية وتفرغت لها. إيه معها حق، بدها تطلع تصيف وتنبسط ولا تقعد لحالها ببيت قروي بسيط. هيك سمعنا. مظبوط ست النبيل، بيت قروي بسيط يعني على قد الحال. طيب تسمحوا لي؟ تفضل. تفضل. شكرا. الله معك. ابو فؤاد مو نظيف ابدا، لو كان ادمي وشريف ما كان سكت على قتل ابنه وما كان باع حصته لفتحي بهالسعر. بقديش؟ على الهوا ما سمعت ب 250,000. اعطي بالك استاذ، الاوتيل اليوم بيسوى اكثر من 5 ملايين.
معقولة أبو فؤاد يبيع بها السعر؟ فتحي دبره فات فيه مثل سوس، وخذ مني يمكن دخل معه شريك بشي مشروع أو بشي شغلي، أو وعده مبلغ براني ما بتعرف على إيش اتفقوا وياه. غريب، إمتى لحقوا يعملوا حصر قرص ويبيعوا ويشتروا؟ أبو حمدان خلص له المعاملة بظرف 3 أيام. أبو حمدان متعهد المشروبات؟ متعهد كل شيء، زلمة فتحي وإيده اليمين. على كل حال هذا موضوع تاني مالنا فيه، ما بنحسن نمنعهم طالما ما عم يخالفوا القانون. أنا كنت بالحقيقة بدي أسألك بخصوص شراب التوت، تتذكر؟ إيه طبعاً. أنت قلت بشهادتك الثانية، الأولانية طبعاً لغيناها، كتر خيرك، قلت إنه أبو الخيل ما دخل على البوفيه أبداً. ما دخل ولا شفته، الله وكيلك. طيب يا عبد العزيز، مين له مصلحة يسمم 4 أشخاص من وجهاء المنطقة ويحط لهم الزرنيخ بشراب التوت؟ لو بعرف كنت قلت لك. أستاذ أنت فضلت علي لأنك كشرت لي شهادة الزور ولغيتها، بس الشهادة الثانية مزبوطة. ما اختلفنا. مين يلي حط السم بالشراب؟ إذا عرفناه يا عبد العزيز منكشف شغلات كتيرة. أستاذ سامي، امهلني كاميون لشوف، وحياة عينك غير أحرف لك يا. طيب بخاطرك وشكرا على القهوة. ولو، ما في شيء من قيمتك. الله معك أستاذ. ألو محدين؟ مين عم يحكي؟ أبو الخير؟ لك وينك يا أبو الخير؟ طمني، قلبي عندك، منين عم تحكي؟ ولا يهمك، أنا هون بضيافة فتحي. إيه عنده بالبيت، مو ناقصني شيء، أكل وشرب ودخان، قل له موجود. لا يا أبو الخير، فتحي ما حزمه، الزلمة مسافر عالشام ومو حلو يرجع يلاقيك ببيته. ما فيها شيء، هو عرض علي يشتغل معه، أنا هلا وافقت. أول ما بيرجع بقول له أنا جاهز. إيه وبعدين؟ إن شاء الله نفكر إنه فتحي بيطلع بإيده يخلصك من الشرطة. بيطلع بإيده ليش لا؟ أنت من تمك قلت لي نحن مالنا قده، وأنا فكرت لقيت الحق معك. فتحي هو الوحيد اللي بيقدر يحميني. لا يا أبو الخيل لا تغلط، فتحي بجوز يقدر يحميك من الشرطة لفترة من الزمن، لكن بعدين بتصير عنده عبد، فهمان؟ لا تخاف علي، ما بيقدر يستعبدني. إذا هو كامش علي شغلة، أنا كامش عليه شغلات أكبر. إذا بدي يهددني أنا كمان بهدده. لك بإيش بدك تهدده؟ الناس بتعرف إنه فتحي بيشتغل بالبضاعة المهربة وما حدا قدران يعمل معه شيء، وهلأ ما بيسأل عنك، هو بينفذ حاله وإنت بتعلق. جريمة القتل غير التهريب يا أبو الخيل. على العافية أبو محدين. أهلين أهلين أستاذ سامي. طيب طيب، لكان مثل ما قلت لك. إيه إيه أنا برجع بتصل فيك، مع السلامة. شو؟ أهلين وسهلين. صار معك شيء؟ لا والله ما في شيء جديد. تفضل استريح أستاذ سامي. بس المهم نعرف وينه. مين؟ أبو الخيل. ايه ايه طبعا. والله بدك تمهلني شي كام يوم، انا بديت اسأل هون وهون. انا سلمى، خدي هدول البطاريات اليك. مين اعطاك ياهم؟ ابو الخيل؟ لا شبنا، ابو فؤاد بعتني اشتري لك ياهم من شان الراديو. ايه طيب، وغيره حدا سأل عني؟ ايه الأستاذ سامي قلت له راحت تشق على أمها شوي وراجعة. ماشي الحال. بدك شي؟ لا سلامتك.
وينك؟ نعم. شفت أبوك اليوم؟ يا ستي نيموه ليلي بالمخفر من شان أبو الخيل. أبو الخيل وينه؟ ما سألت أبوك عنه؟ ما سألته. حدين؟ يلا محدين، ما بكفي يجيك متأخر؟ إيه يلا يلا. شو هاد؟ طمني كيف هالوالدة؟ إن شاء الله بخير. وصلوك البطاريات؟ إيه وصلوا. ألو أبو محدين، أنت اتصلت فيني قبل شوي؟ لا، وليش لا أتصل فيه؟ طالما ناوي تصير زلمة فتحي ما عاد لي شغل معك أبداً ولا بعرفك. لا عمي لا، أنا من يأسي وخوفي أرجع الحبس كنت عم بحكي هالحكي، بس هلأ غيرت خطتي كلها. إيه شو رح تعمل؟ تقدر تدبر لي سيارة على الشام؟ تأخرت كتير عن روحة الشام يا أبو الخيل، المنطقة كلها مراقبة وما في سيارة عم تمرق ولا حتى مشي بتقدر تنفذ من مراقبة الشرطة. ما بسلم حالي إلا ميت. سبع سنين بالحبس يا أبو محدين. أنا عم أقول لك سلم حالك، بس سامي بده يشوفك ويفهم منك الحقيقة. شو بيضمن إنه سامي ما يدور فيني ويكمشني للشرطة؟ ما بظن. والله سمعت إنه سامي بده يترك القضية كلها، بس هو رايد يجتمع فيه ويفهم القصة من تم صاحبها. الزلمة بالأصل جاي يصيف ويشم هوا، لكن مدير المنطقة صاحبه. ايه ايه نعم. لا لا، من هالناحية على مسؤوليتي انا. Thank you.
الو، مرحبا يا انسي، انا زبون قديم بتعرفيني منيح، بدي غرفه عندكم بالاوتيل، كون قريب من غرفتك. تكرم عينك، مو ابو الخيل عم يحكي؟ على عيني، حضرت لك غرفه بتعجبك، بس مو بالاوتيل. ان شاء الله مفكرني كل هالقد غبيه وما بعرف مغارتك المفروشه احسن فرش واللي فيها تليفون. تعرفيها؟ اذا انت بتعرفيها بسيطه، بس ما يكون حكيت لحدا غيرك. حكيت لفتحي، للشخص يلي عم تستناه مشان تقتله ببيته يا مجرم، ولولا ما كنت بنت حلال وبنت اصل كنت خبرت الشرطه. كتر خيرك، شو عرفك انه فتحي ما خبر الشرطه؟ هلا ما كنت تفهم؟ فتحي ما بده اياك تنكمش، فتحي بده اياك تموت، بده يخلص منك على طول، وبصراحه الحق معه. وهلا شو العمل يا ابو محدين؟ على طير ياخذني لعنده وشوفه واحكي معه كلمتين بس قبل ما اموت. وكلي الله اختي معادل، ما بعد الضيق الا الفرش، بس عقله يابس الله يصلحه. لي على قامتي، خايفه اقضي عمره كله بالحبوس، لسه ما لحق يشم ريحه ربه ونشوف اهله واخواته ورفقاته. الله يا اختي معادل، بدك ما تواخذيني بهالكلمه، يلي ما بده يقضي عمره بالحبوس وبده يشوف اهله واصحابه ما بيروح بيقتل الناس. وانت كمان ضده يا ابو محدين، يعني ما بتعرف شو عملوا معه؟ بعرف، بعرف كل شيء. فؤاد ورطه بالتهريب، مروان حط عينه على سلمى، مصطفى شهد كذب ضده بالمحكمه، فتحي فتحي؟ ليش قتل فتحي كمان؟ الظاهر بده يقتله، قاعد ببيته وعم يستناه. حكى معي مرتين بالتليفون من عنده، اول مره قال غير رايه بده يهرب على الشام، المصيبة إنه ما بيسمع نصيحة حدا وما بيشتغل إلا على كيفه. ألو، أهلين أستاذ سامي، مساء الخيرات. يا أبو محدين، حاول تتصل بأبو الخيل وتقول له يسلم نفسه أو يجتمع معي بأي مكان بريده. إيه وعمل جهدك. مع السلامة. شي جديد؟ اي والله، وصلت على فنجانين قهوة سكر قليل. انا واصل مع الجماعة مشوار وراجع. لوين؟ شو انسة سلمى؟ الظاهر عرفوا وينه وراح يمشوه؟ إذا بدك مساعدة احكي، بروح على الموتور وبسبقهم. وينه؟ ما بظن انك تسبقهم، ببيت فتحي. بلا، بنزل مقاطعة، أبو الخيل هنيك؟ هنيك. أهلين. مرحبا، أمك جوا؟ إيه جوا. أنت وين رايح؟ رايح لعند فؤاد، رح أقول له إيه واتفق معه. ما بتقصر. بس يا سلمى، بدك توعديني إنه مهما صار ومهما جرى توقفي معي، ما تتركيني وحدي. ولو؟ معقولة أتخلى عنك؟ بعرفك بنت أصل، هالشي اللي رح أعمله كله مشانك. بعرف، روح هلا. وهيك شي بيصير لأمي؟ لا، مع السلامة.
عبد العزيز شو صار؟ ما صار شيء، ما قدرت اصل ناح الفيلا، محاوطينا ومانعين السير. ما في حدا يا سيدي. سيدي فتشنا الحمام والمطبخ وغرف النوم، ما في حدا. ما في حدا سيدي. عجيب. علي لي يا تياب من تحت جلالي لشوف. ثياب ابو محدين اللي هرب فيهن ابو الخيل من المغاره. الو نعم. شو هالحكي؟ دورتوا بالابو؟ ما في ابو؟ عالسطح؟ ما في سطح؟ طيب وين اختفى؟ أهلين يا أمو. أهلين. أمي أنا بعرف، بعرف كل شيء وما بلومك على شيء. هاي بدرة فتحي أخذتها من خزانته ولبستها، لولاها ما كنت نفدت من الشرطة. إيه شو عليه؟ أخذ منك كثير، شو عليه إذا أخذت؟ بدي رجع له إياها، بس هلا بدي غير تيابي روح. لو عندك تروح. بدي أرجع تخبى، بدي روح. وين ابو محدين؟ وين سامي؟ هلا بيجي يا مو. سامي ساكن جنبنا، اخذ اوضه عند ام سليم، ولا بد ما يمرق من قدام ابو محدين. يكون ابو محدين فهمان غلط، ما راح سلم حالي لا لسامي ولا لغيره. ها لا يا مو، ما في تسليم. الزلمه بس بده يشوفك ويحكي معك كلمتين قبل ما يحكم عليك، عرفانك ما راح تسلم حالك. الحبس ما برجع، ما بياخذوني الا ميت. لا تحكي هيك يا عادل، سامي هو اللي طلب من ابو محدين يتصل فيك، ما بده اياك تعلق مع الشرطه، بده يحط ايده بايدك، بده يساعدك. بده يساعدني؟ ايه. مين قال لي؟ ابو محدين. مو معقول، مو معقول ابدا. معنى كلامك انه في حدا اتصل فيه بالهاتف ونبهه للعمليه بدليل انه ترك سماعه التليفون مرفوع؟ صحيح، هيك الظاهر. طيب مين اللي اتصل فيك؟ ما حدا. كيف ما حدا؟ قصدي انه حتى ولو حدا اتصل بابو الخيل وحاول ينقه، فابو الخيل ما معقول يرد على التليفون ويكشف عن مكان وجوده، معروف انه الفيلا فاضي. ما حدا اتصل فيه؟ هو اللي كان عم بيتلفن من عنده. لمين تلفن غير لسلمى؟ اغلب الظن لابو محدين. وابو محدين شو عرفوا بعمليتنا؟ كمال؟ نعم أخي. البدلة هي وديها بكرة على الأوتيل. إيه؟ إيه على عين. تقبرني، كل لقمتين قبل ما يجوا. ليش عذبتي حالي؟ قلت لك مو جوعان. طيب أنت كل لقمة واحدة وشوف. بجدلها بزيت؟ إيه تقبرني، كأنه حدا قايل لي إنك جاي على البيت اليوم. تنيني جوعان. صحتين. يا مو زري، شو شفت ببيت فتحي؟ شو؟ مخدرات مع باي وسط بطاريات. أعوذ بالله. والله مثل ما عم قلك، خدت بطارية وبدي جيبها معي، بس من لهجتي لما فهمت إنه سلمى بلغت عني تركت كل شيء ونفدت بجلدي. شو بدي قلك كمان يا مو؟ إذا هلأ صار شيء واضطريت أنا أهرب،
لا تنسي تحكي لابو مهدين، خليه يبلغ الجمرك انه بيت فتحي مليان مخدرات، فهمانه؟ فهمانه يا امو. طيب اذا اتفقت انت وسامي على شو بنتفق يا امي؟ انا خايف يكون بلغ الشرطه، نصيب اللي باخلك كمشني. اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا، تفضلوا. مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير. يا اهلين وسهلين. مفهوم، خليكن بمكانكن وخبروني اذا صار شيء. انتهى. الاستاذ سامي وابو محدين دخلوا قبل شوي لبيت ابو الخيل. شو نعمل لهم؟ وقف شوي. الاستاذ سامي وابو محدين؟ الو، انا العباس. اليوم حوالي الساعة 6 صار عندك مكالمات من مكتبي؟ الأستاذ سامي طلب الخط؟ ما عرفت مع مين حكى؟ مع أبو محدين؟ طيب، يعطيك العافية، مع السلامة. معقول يكون الأستاذ سامي بتعاون مع أبو الخيل؟ يا سيدي لا تستغرب شيء، خاصة إنه هو ماشي بطريق ونحن ماشيين بطريق تاني، كأنه عم يحاول يضللنا. أنتوا جماعة أحرار، حدا غصبكم على شيء؟ نحن جماعة درويش أستاذ، لما قبلوني بالجمرك طار عقلي من الفرح، ظنيت مستقبلي تأمن وحياتي كلها صارت أحسن حياة. من فرحتي كنت نام بدلة جمرك وما أرضى أشلحها. الضيعة كانت جنة، سلمى كانت ملاك. أحرار، مظبوط أحرار، بس الإنسان مفطور على الطمع. طيب على كل حال خلينا نرجع لموضوع جريمة مقتل فؤاد. استاذ سامي، ما كان املنا فيك تلعب الحبلين يا اخي، قول بدك تمشوا للشرطه. الشرطه؟ ايه. عفوا، انا ما قلت ابدا انك هون. عجيب. شو رايك؟ سلم حالي؟ ما بعرف، على كيفك. طبعا بيكون افضل. فشرت كلكم، ما بتاخذوني ولا طيب. انت من تمك قلت لي قبل شوي انه الادله كلها ضدي، هلا بدك يعني سلم رقبتي للمشنقه؟ طمع المكافأة أستاذ، فاضي كفو.